أقف وقفات مختصرة جدا مع بعض آيات الرزق، وليس مع الكل، وإنما مع بعض آيات الرزق لنعرف كمال غنى ربنا عز وجل. فالغنى المطلق من لوازم ذاته جل وعلا، ونعرف شدة حاجتنا وفقرنا إلى الله، فالفقر من لوازم ذواتنا نحن المخلوقين. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله جل وعلا قال: وأنه هو أغنى وأقنى. دلائل على عظمة الله عز وجل: أغنى الناس وأقنى، يعني زادهم مع هذه الغنية، زادهم كفاية، فادخروا وأعطاهم الخدم، حتى على قول من يقول وأنه هو أغنى وأقنى، يعني أغنى البعض وأفقر البعض، يدخل للآية: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. سبحان الله، تتغير الأمور في لحظة بقدر من الله عز وجل. نعم، الله جل وعلا ماذا قال قبل هذه الآيات؟ وأنه وأضحك وأبكى. الضحك بتقدير من الله، البكاء بتقدير من الله، بل ربما سبحان الله في لحظة واحدة تبكي بكاء شديد، ثم بعدها بثوان تضحك. نعم، في الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها: دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن عنده، فأجلسها عن يمينه أو عن شماله، فأسر إليها بشيء فبكت بكاء شديدا. انظر، بكاء شديدا، ثم أسرها مرة أخرى فضحكت. سبحان الله، قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فقالت: أخبريني. قالت: لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما توفي عليه الصلاة والسلام أخبرتها، لما سألتها عائشة قالت: أسر إلي أن أجله قد دنا فبكيت ذلك البكاء الشديد، ثم أسر إلي مرة أخرى فقال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء المؤمنين؟ فضحكت. وأنه أضحك وأبكى، يغير الأمور في لحظة جل وعلا، قادر على كل شيء، لأن بيده مقاليد كل شيء جل وعلا.